السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حيا الله الشباب، يا مرحبا ويا مسهلا. اليوم جايب لكم يعني أجوبة لبعض الأسئلة. في أسئلة أنا ما أخذتها بسبب أني أنا قد تكلمت عنها في مقاطع سابقة، مثل ترتيب القادة، عالم البربر، نوعية الجنود اللي ممكن تطلع فيهم في الحرب، وكيف المعادلة تتم، من اللي يهزم مين، من اللي يفوز على مين، بهذا الشكل. فراح أحط في الوصف في الديسكريبشن روابط للمقاطع اللي أنا تكلمت عنها. وبخصوص اللي سألوا عن مسارات مواهب القادة الأشجار، يعني راح تلقونها في الديسكورد على سيرفر خاص بالعرب، شرفونا هناك، بتشوفونا بعد تحت في الوصف. خلونا نبدأ في مقطعنا لهذا اليوم. طيب، مقطعنا لهذا اليوم قسمته على ثلاث أقسام، بحيث القسم الأول راح أتكلم فيه عن القادة والجنود، والقسم الثاني راح أجاوب على أسئلة المتابعين بخصوص المملكة المفقودة، والقسم الأخير أسئلة منوعة. النعيمي يقول: هل القادة الجدد اللي حق الفرسان والممالك اللي عمره فوق 240 يوم أقوى من جنكيز وصلاح ومينا؟ أبدا يا صاحبي، هذا الكلام خاطئ، القوة لا تقاس بهذا الشكل نهائيا. يزيد با عمر يقول: هل من الممكن لتي فور هزيمة تي فاي بأي حال من الأحوال أو مستحيل؟ ما في مستحيل، لكن في شروط تتوفر عند تي فور إذا بغى يهزم التي فاي. خلونا نشوف إيش هي. أولا، الأبحاث حقة العلوم عندك تكون مكتملة، بحيث أنه ما يكون عندك إلا التي فاي علشان تطلعهم، هذا الأول. الثاني، يكون لديك قادة أساطير بمهارات مكتملة، عكس التي فاي ما يكون عنده قائد أسطوري بمهارات مكتملة. الشرط الثالث والأخير، يكون عندك وسائل تقوية للقادة مثل المعدات والجنود من خلال استخدامك لأحرف المعبد وما إلى آخره. هنا أقدر أقول عندك أمل أنك تهزم التي فايب. الظل أنا فهمت سؤالك، يعني أنا قريته فبالخصه بهذا الشكل. الظل يقول: لو عالجت 100,000 جندي دفعة واحدة، هل راح تفرق عن إذا عالجتهم 10,000 جندي على 10 دفعات، بحيث أن كل دفعة تتلقى 30 مساعدة من مركز التحالف؟ طبعا تفرق. إيش اللي يفرق معاك؟ اللي هو الوقت. 100,000 جندي دفعة واحدة راح تاخذ وقت أطول، وانت ما تبغى هذا الشيء. أما 10,000 جندي راح تاخذ وقت متوسط على 10 دفعات. فاللي أنصحك فيه أنا أنك تعالج ما بين 2000 إلى 3000 كحد أقصى، فهذا الشيء راح يأخذ وقت أقل، بحيث أنه مركز التحالف راح يساعدك تخلص هذا الجنود بأسرع، بشكل أسرع يعني. فأتمنى وضحت الإجابة، وهذا التكتيك أنصح فيه الكل للمعلومية. يعطيك العافية الظل. جيفارا طيب يقول: وش أفضل قائد أساسي للرماة ومن معه ثانوي؟ طيب، عندك يا أخي إيسونغ إلسيد أو إدوارد وإلسيد، فتقدر تشكل يعني، أنت حر. لكن من الملحميين عندك هيرمان كوسونوكي أو هيرمان مع عثمان، ما يهم يعني، هيرمان كوسونوكي ما يهم من الأول من الثاني، عندهم نفس المسارات، لكن عثمان يكون القائد الثاني لواحد منهم، لأنه من أحد مهاراته يعني تركز على زيادة الضرر اللي هي من خواص الرماة. طيب، يقول لي: أنا مخلي يولجي حامية مع صن، وبخريطة صن أساسي مع يولجي، وش رأيك؟ ممتاز، ما عندك أي مشكلة. زين عابد يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا عندي كم سؤال. أوكي، أولا طيب، أنا قلت البربر راح أحط مقطع تحت أنا تكلمت عنهم بشكل كامل. طيب، السؤال الثاني يقول: إيش ومن أفضل قائد للهجوم على المدن؟ مثل ما أقول كالعادة، أن القائد المتخصص هو الأفضل للهجوم على المدن، الأعلام، المعابر وما إلى آخره. زي مثلا تطلع بالمشاة 100% بقيادة ريتشارد ومارتل، أو الفرسان بقيادة جنكيز صلاح الدين، بهذا الشكل يعني هم الأفضل من أصحاب المهارات اللي يمتلكون يعني مسار القيادة، شجرة القيادة بمعنى أصح.
طيب كيف أحصل الكتب للتطوير القادة؟ أيوة، طيب هذه تلقاها في كل مكان عند الأحداث، من خلال تحدي غروب الشمس، من المتجر، من أي مكان تلقاه. يعني هذا السؤال سهل جدا، والأهم من ذلك أي شجرة أطور؟ طيب أي شجرة، طبعا راح أحط لك يعني رابط تحت سيرفر حق العرب، راح تلقى هناك تصميم أشجار القادة بشكل عام، وكم راح يكلفني لو مكست القادات. طيب السؤال هذا بالذات يعني يتشعب، أنت تقصد الأساطير أو الملحميين، المهارات أو المسارات بهذا الشكل، فياليت توضح سؤالك أكثر، لأني أنا أقرأ التعليقات، فإذا شفت يعني سؤالك راح أركز عليه وأجاوبك إن شاء الله. أوكيلز يقول: واحد، وش أفضل، بوديكا ولا لوهار؟ طيب هذه أنا قلت راح أحط رابط ياليت تطلع عليه. وش أفضل جيش أبدأ فيه، فرسان، مشاه ولا روما؟ في تي فور يعني أركز على القادة المتخصصين فيهم. طيب خليني أقول لك يعني هذه وجهة نظر، أنه فرسان ليه؟ لأنه عندهم استخدامات متعددة، مثل عندهم مهارة السرعة، عندهم مهارة القوة في الهجوم، يعني في أكثر من استخدام لهم. فخليني أقول لك الفرسان، وأركز على بيلاغيوس إذا بتستخدم من الملحميين، أو تقدر تطلع مين أموت وتختصر الوقت عليك. طيب ثلاثة، من أفضل قائد أساسي؟ قلت هذه بيلاغيوس. فيجيتا يقول: ممكن تقول لنا إيش القادة اللي أنت تفضلهم شخصيا وتشوفهم الأقوى بنظرك؟ ثنائي طبعا، وإذا ممكن اثنين أسطوريين واثنين ملحميين. طبعا ما في شيء اسمه أقوى وأضعف، هي على حسب الظروف، أنت مين تدخل ومين تطلع، بس هي كذا. لكن إذا أنت سألتني يعني من المفضلين، بقول لك جنكيز وصلاح الدين مع بعض، نظرا لمهاراتهم يعني الأسطورية، خليني أقولها كذا. هم ما عندي إلى الآن ماكس، لكن إن شاء الله في المستقبل أمتلكهم بهذا الشكل. هيرو ذا جوكر يقول: إيش فائدة أبطال القيادة؟ طيب أبطال القيادة يا صاحبي، المفترض أنهم مخصصين لضرب المباني والأعلام وما إلى آخره، لكن لهم استخدامات أخرى كقادة ثانويين، مثل عثمان نحطه مع هيرمان كقائد ثانوي طبعا، لأنه عنده مهارات تعزز الضرر تجاه أي خصم ثاني. ومن خواص الرماة أنهم أقوياء في الهجوم بهذا الشكل. عندك مثلا تقدر تستخدم يي سونغ مع القيصر كقائد ثانوي طبعا القيصر، فأنت اقرأ المهارات وشوف مع مين تحطهم بهذا الشكل. اسم مجهول يقول: السلام عليكم. وعليكم السلام. يقول: ما عليه إذا كان السؤالين طويلين. طيب السؤال الأول: شنو الفرق إذا كان يولجيو أو وسيسيبيو ثانوي؟ طيب وصن أساسي ويولجيو ثانوي. طيب الأول يصمدون في المعركة بشكل أطول، عكس لما تحط صن مع يولجي كقائد ثانوي، لا هنا العكس، ما يصمدون في المعركة بشكل أطول. طبعا أنا جربت هذا الشيء فأقولك إياها من واقع خبرة. السؤال الثاني: الفرق إذا كان هيرمان أساسي وعثمان ثانوي وكوسنوكي ثانوي وهيرمان أساسي. أوكي، هيرمان وعثمان هم أفضل كومبو أو ثنائي مع بعض بالرومان، عكس لما تحط كوسنوكي وهيرمان مع بعض، ما أدري، لكن ما أحس يعطوني ذيك الفائدة القوية اللي أنا أبغاها. يعني أنا ما لمست الشيء هذا مع كوسنوكي، لكن لمست هذا الشيء مع عثمان، فعلا عثمان قاعد يعزز من قوة الرماة. فهذه هي من ناحية التحمل، لا الرماة ما هو من خواصهم أنهم يصمدون في المعركة، بل يسببون أضرار عالية، عكس المشاة اللي هم من خواصهم التحمل. عندنا استغفر الله يقول: فهد، كلنا نعرف ان القائد الثانوي ما تشتغل الا مهاراته بعد، بس بعد اضافة المعدات هل استفيد منها اذا القائد ثانوي او لا؟ باختصار لا يا صاحبي، ما تستفيد منها، وتقدر تشوف المعلومة هذه في مبنى الحداد. طيب عندنا يقول: يا صديقي، كم عدد الجنود المطلوب تجهيزهم لحرب الممالك في السيرفرات؟ تقريبا الحد الأنسب كم ندرب ونكون جاهزين معي تي فايف؟ أولا الله يوفقك يا صاحبي، ثاني شيء طبعا اللي بعطيك إياه رقم نسبي، يعني لا تعتمد كأساسي،
رقم نسبي، خليني أقول أنت في سيرفر جديد، فأقول 350 ألف من كل نوع، يعني 350 ألف مشاة، رماة، فرسان، بهذا الشكل. لكن إذا كان السيرفر قديم لا تفرق هنا، يعني 500,000 من كل نوع. مدرا يقول هل القائد سيسيبيو في جيش ضد جيش؟ لا يا صاحبي ما ينفع. وهل ينفع يكون ثانوي ومع مين أبي يكون القائد ملحمي؟ مثل ما قلت قبل أنه ينفع مثلا مع مونديوك بالمشاكة أساسي مونديوك والثانوي له سيسيبيو، فنعم يعزز من مهارات المشاة. بريك جن أو بريك جن أو جن والله ما أدري، لكن يقول ليه في لاعبين محترفين يستعملون صندسو مع أنهم ممكسين الأساطير ومع وكم دافع على اللعبة؟ طيب خليني أجاوبك على الأولى. طيب يستخدمون صن أعتقد والله العالم أنا ماني متأكد، لكن لأن من خواص صن أنه عنده تأثير اسمه Area of Effect، يعني يستهدف أكثر من خصم في ضربة واحدة. هذه المهارة الأولى له، اقراها وراح تشوف. زي مثلا يي سونغ عنده هذه الخاصية. من بعد محمد الثاني اتوقع الفاتح، وعندك ثلفلدة من البربر اللي تقاتل البربر. فنعم له خاصية جميلة جدا. كم دافع على اللعبة تقريبا وكم الدفع المتوسط اللي يخليك تقدر تنافس اللاعبين؟ والله شوف الدفع المتوسط أنا ما عندي خلفية عنه نهائيا بحكم أني أنا ما أدفع كثير، لكن كم دافع على اللعبة يعني خليني أقول معدل الدفع عندي في الشهر متوسط ما بين 100 إلى 200 ريال بهذا الشكل. وترى ما هو بشرط يعني أنك تدفع هذا المبلغ، لا إذا كان تدفع على شيء واحد فادفع على عرض دعم المجوهرات الشهري فقط، أتوقع أنه راح يكلفك 38 ريال فقط. عرب بلاي يقول شو بيكون في المملكة المفقودة وإمتى بتجي بالممالك المفقودة وشنو جوائزها؟ أخوك من المغرب شباب لايك بيستحق هذا الأخ. الله يرضى عليك يا عرب بلاي، يعطيك ألف عافية. طيب اللي بيكون في المملكة المفقودة عدة جوائز وصعب أني أحصرها لك في كلمتين أو ثلاث، فأنت لما تكون هناك راح تعرف إيش هي هذه الجوائز اللي راح تطور مستواك بشكل أسرع. لكن عن متى تجي هذه طبعا ما أحد يعرف، فهم راح يخبروكم قبلها بأسبوعين تقريبا. فانكرا يقول حتى الآن انتهوا من الموسم الثاني من حرب الممالك ومستحيل أنهم يكملون على هذا المسيار، وش تتوقع الحدث القادم بيكون؟ والله يا فانكرا ما أدري أبدا إيش الحدث اللي ممكن فعلا أنه يغطي على حرب الممالك أو يكون تقريبا يعني بقوة أوزوريوس الدوري اللي سووه بين أقوى 32 مملكة، فما أدري صراحة. بدر إبراهيم يقول أخ فهد شاهدنا عدد كثير من الممالك تخسر في حرب الممالك بسبب أنهم محاصرين من مملكتين، فهل تتوقع أن يكون هناك نظام جديد أو يستمرون على نفس الشيء وشكرا؟ نعم أتوقع أنهم راح يستمرون على نفس الشيء، ما أعتقد أنه راح يكون في تغيير يعني جذري، ممكن يكون في تغيير طفيف لكن ما راح يعني هذا الشيء يغير من نظام التحالفات بين الممالك نهائيا. OX2 يقول بما أنك رجعت للعبة وصرت تنزل فيديوهات بجودة ممتازة عنها، ما فكرت أنك تشتغل مع اللعبة كمعلن؟ وإذا ما فكرت فكر. والله إذا جت كان بها، ما جت يعني ماني ميت عليها الأمانة، أنا جالس مستمتع هنا بوقتي معكم ومع الشباب في اللعبة بس هذه هي. معتز الحارثي يقول ممكن سؤالي يكون غبي لأني جديد فاعذرني، في حرب الممالك بعض الأحيان يكونون مملكتين ضد مملكة، وهل هذا يصير صدق؟ يعني يسوون هدنة بعد هزيمة أقوى مملكة عشان يصفالهم الجو؟ أتمنى تجاوب. نعم يا صاحبي يصير هذا الشيء، تتحالف الممالك مع بعضها بعض حتى يهزمون الأقوى، تصير هذا الشيء، ويعتبر هذا من الدهاء، ما هو بأنه ضعف ولا لا، هذا من الدهاء حتى الكل
يستفيد ويكون في بينهم اتفاقيات في تقسيم الجوائز بهذا الشكل. النعيمي مرة أخرى يقول: ممكن تقترح على الشباب يوزعون اللاعبين المتفاعلين على التحالفات القوية بحرب الممالك علشان الجوائز. نعم، اقتراح ممتاز جدا ومن حقهم كذلك، ولكن هذا الشيء يرجع للقادة الذين يقودون المملكة بشكل كامل، واقتراحك وصل. عموما الأخ ريان من الديسكورد، طبعا عرفته من النك، يعطيك العافية ريان على دعمك الطيب. يقول: وش أسرع طريقة أجيب فيها شرف بالمملكة المفقودة؟ أنا ما أدري، تقصد أنك تكون في لائحة الشرف في المملكة، أو أنك تقصد نقاط الشرف؟ فإذا تقصد نقاط الشرف، عموما أنا شرحتهم في المقطع الخاص بالمملكة المفقودة، وكذلك كيف تكون على لائحة الشرف. موسى: السلام عليكم، كم باقي على حدث المملكة المفقودة في 1220 وكيف أعرف المواعيد؟ طيب، ما تقدر تعرف متى راح يبدأ الحدث لأنه ما في أحد عنده علم إلى الآن. أما عن كيف تعرف المواعيد، إذا بدأت هم راح يخبرونك إن شاء الله. نايف يقول: هل هناك شرح لخطط واستراتيجيات الحرب في المملكة المفقودة؟ والله يا صاحبي، هي تعتمد على ظروف أي مملكة، فصعب أني أعطيك مثلا خطط، أو لكن خليني أفكر فيها بشكل يعني أفضل، لأني أنا فكرت في الموضوع هذا أني أضع خطط واستراتيجيات للحرب في المملكة المفقودة، فإن شاء الله أقلبها بشكل زين بحيث أنها تطلع للمشاهد بشكل أفضل من اللي في بالي الآن. يعطيك العافية نايف على اقتراح الطيب. عندنا اللايف باجي، والله ما عرفت كيف أقرأ اسمك، يقول: كم تحالف من كل مملكة يستطيع المشاركة في المملكة المفقودة؟ كل التحالفات يا صاحبي تستطيع المشاركة، وكيف يتم اختيار التحالف، وهل يتدخل الملك في الاختيار؟ نعم يا صاحبي، يتدخل الملك في الاختيار مبدئيا، لأنه راح تكونون في منطقة يعني خليني أقول ضيقة، فما تستحمل كل التحالفات، فإذا فتحت المعابر للمناطق الأخرى هنا على كل التحالفات الانتقال للمملكة المفقودة. شلبي يقول: قوة 2 مليون، هل تنصحني أنقل وياكم مملكة 1220 ولا أقعد في مملكتي الجديدة علشان الأحداث، وإلى متى أقعد وإلى آخر؟ والله ما عرفت أقراها هذه، أحبك أطلق يوتيوبر عندي. يعطيك العافية يا شلبي، وطبعا أحبك الله فيما أحببتنا فيه. أنا أنصحك أنك تستمر في مملكتك الجديدة، أنت ذكرت السبب علشان الأحداث، وكذلك علشان القادة اللي يجونك في حدث عجلة الحظ مثل ريتشارد دي سونغ، جينكيز، ألكسندر وما إلى آخره. طبعا اللي نقلوا عندنا بيقولون: يا أخي ما علمتنا هذه المعلومة من قبل؟ كان عندنا حدث اسمه ملك البطاقة، جابولنا 5 من القادة اللي هم ريتشارد دي سونغ، صلاح الدين، ومارتل، وألسد. فاللي فاتها واحد من القادة هذولي يقدر أن يطلعهم في بأسرع وقت وبتكلفة أقل، يعني خليني أقول 6-8 آلاف جوهرة تكفي أنك تفتح القائد اللي راح عليك. فهذه هي أنسب طريقة أنك تنتظر ملك البطاقة. الكلام هذا موجه للشباب اللي جو عندنا. مازن أخي الكريم، طيب أنا قرأت سؤال يا مازن، أنت تبغى تنتقل من مكان إلى مكان وما عرفت أو ما قدرت تنتقل، أعتقد والله العالم، أنا ما أدري وش الظروف اللي عندك، لكن أعتقد أن التحالف حقك ما سيطر على المعبر للمنطقة اللي أنت تبغى تنتقل إليها فيها بهذا الشكل، أعتقد كذلك. فأنت شوف، إذا ما ضبط علمني بالله علشان أقدر أساعدك أكثر. يعطيك العافية يا مازن. MG17 يقول: أنا ما أشحن باللعبة، وصلت 8 مليون وكأني ماني مسوي شيء في حرب الممالك وماكو حماس باللعبة، شلون عطني شيء خليني أنافس؟ والله يا صاحبي شوف، خليني أعطيك يا صريحة، إذا أنت ما تشحن راح تعاني مع الوقت، يعني البدايات راح تكون أصعب، ما في شيء راح يكون بالبساطة هذه. فنصيحتي لك تستغل كل الأحداث حقة اللعبة، فإذا أنت صاحب نفس طويل في هذه اللعبة، واللعبة هذه أصلا مخصصة لأصحاب النفس الطويل بحيث أنهم يصبرون إلى وقت معين
يقدرون فيه أنهم يجارون أصحاب الشحن. فنعم، ما عندي صراحة كلام غير هذا الكلام. زكريا يقول: أعاني من مشاكل نقاط الحرف، هي تنتهي بسرعة ومرات لا أجد كيف أنهي الحدث من دونها، هل يوجد حل؟ والله يا صاحبي زكريا، أنا أول الناس اللي يواجهون هذه المشكلة. ما في حل إلا أنك تجمع نقاط الحرب وتستغلها في الحدث اللي أنت ممكن تستخدم فيها هذه النقاط. فلو تسأل أي أحد عنده خبرة بيقول لك نفس الكلام هذا، أنه جمع ولا تستخدمها إلا أن يأتي الحدث اللي تستخدم فيه هذه النقاط فقط. سامي العنزي يقول: بالنسبة للسكنات، هل السكن يلغي دور خواص الحضارة ولا يشتغل معها؟ لا يا صاحبي، أبدا ما يلغي خواص الحضارة. السؤال الثاني يقول: لو كان مع جنكيز خان وألكسندر جبتهم من مملكة ثانية، حلو، وحاب أنتقل لمملكة مفتوحة لكن باقي ما لعبوا كيفيكي وباقي 120 حقة المملكة ما خلصت، هل أقدر أنتقل ولا بسبب جنكيز ما أقدر أنتقل أو أني ما أقدر ألعب فيهم؟ طيب شوف، أنت تقدر تنتقل، لكن جزئية أنك باقي ما مضت على المملكة حقتك 120 يوم، أنا ما أدري صراحة إذا يمديك تنتقل. أنت جرب، أنت روح المملكة اللي أنت تبغاها، أضغط هجرة وشوف إذا ضبطت معك أو لا، لأني أنا ما أدري إذا أنت كنت في مملكة بهذا الشكل ما مضى عليها 120، فما أقدر أعطيك جواب مفيد. يعطيك العافية يا سامي. كريم يسأل يقول: استخدام الجواهر على تطوير القلعة ولا استخدامها على الفي آي بي؟ والله يا صاحبي هذا شيء راجع لك بالكامل، إذا أنت تبغى تطور القلعة أو أنك تستخدمها للفي آي بي بحيث أنك تفتح أو تصل إلى المستوى 13 حتى تفتح خاصية شراء التماثيل الذهبية في متجر الفي آي بي، فهذا راجع لك بالكامل. أنا ما أقدر أقول لك سو كذا أو أفعل كذا. وده طلب مش سؤال، ياريت تشرح معركة أوزوريوس. طيب يا صاحبي، إن شاء الله هذه كلها بإذن الله جاية في وقتها بحول الله، لكن يبغى لها ترتيب كبير. يعطيك العافية يا كريم، ما قصرت. صهيب الأيوبي يقول: السلام عليكم، ممكن بس أتعرف أكثر على آلية الهجرة، المتطلبات والنتائج؟ طيب هذه شرحتها لك في مقطع سابق عن الهجرة وعلى أي أساس نختار المملكة للهجرة. أوكي، طبعا في ناس يسوون إعلانات عن مملكتهم أنه عندنا كذا ونبغى ناس بالقوة كذا، فتروح على أساس أنت تشوف العروض، تسأل عن المملكة، فإذا هي مناسبة أو نشطة تقدر أنك تنضم معهم، أو إذا تعرف لك أخويا أو ناس يبغون يهاجرون من مملكتك إلى مملكة ثانية، ففي أسباب كثير، يعني ما في سبب معين. يزن يقول: هل كل المباني تحتاج لفيفة السيدة علشان تتطور لليفل 25؟ نعم يا صاحبي، تحتاج من 24 إلى 25 تتطلب هذه اللفيفة لكل مبنى، حرفيا يعني لكل مبنى. نواف سعد يقول: هل أقدر أهاجر للمملكة فيها عجلة ريتشارد والحاكم الأعظم قبل 120 يوم؟ قبل 120 يوم؟ والله يا صاحبي أنت جاوبت على نفسك، ما تقدر أبدا أنك تهاجر لمملكة قبل 120 يوم، بتكون مملكة محمية. فنعم، أنا ما أدري سؤالك مو واضح أو أني أنا فهمت غلط، فياليت تعيد السؤال مرة ثانية في التعليقات. أبو عليوة يقول: بالنسبة للاعبين فري تو بلاي، وش تنصحهم علشان يزيدون الباور حقهم؟ أبو عليوة، بإذن الله راح تكون في مقاطع عن هذا الشيء بإذن الله. يعطيك العافية. إبراهيم كينج: هل تفرق حضارة كوريا في الأبحاث بشكل تستحق أنك تغير الحضارة؟ ما أدري يا صاحبي، ما جربت، لكن أعتقد برأيي أنا طبعا أنه ما في فرق كبير للأمانة. سويلم يقول: كيف أجمع رؤوس ذهبية بشكل كبير؟ مثل ما أقول كالعادة، أنك تستغل الأحداث كلاعب free to play، يعني ما تدفع ولا شيء، استغل الأحداث، جمع موارد، جمع تسريعات، مجوهرات،
انتظر عجلة الحظ، أو انتظر حدث الجواهر، أو أنك حاول أنك توصل VIP 13 بحيث أنك تفتح خاصية شراء هذه التماثيل في متجر VIP بمعدل 20 حبة في الأسبوع. كل حبة تنباع ب2000 جوهرة وقابلة للتحديث كل أسبوع. مالك إلا كذا بس. ناتسو يقول: إيش تسوي يا فهد لا سمح الله إذا اجتمع عليك أعداء كثير وصفر الباور حقك بحكم أنك دافع في اللعبة كثير؟ والله سؤالك خطير، لكن خليني أقول لك أنا ما دفعت في اللعبة كثير أبدا، ولا كان عندي الحين T5 وقادة أساطير كثير. شيء ثاني، لو لا قدر الله تصفرت أنا من قبل أي أحد، بحاول أني أرجع للمنافسة. مسألة أني أعتزل ما أدري صراحة، ما أقدر أعطي رأيي الحين، لكن أحاول أرجع للمنافسة رغم أنها راح تأخذ وقت أطول. فنعم ولله الحمد ما قد حصل لي أني تصفرت من أحد في يوم من الأيام، والحمد لله. والله لا يجيب هذا اليوم لا لي ولا لكم. أحمد يقول: هل راح تكررون اللعبة في سيرفر جديد؟ ما أعتقد أبدا يا صاحبي، لأنه راح يكون مشوار طويل. سايد مين أتوقع كذا، أو ماين حبيبي فهد سال. يا صاحبي ما لي فهد سال أبدا نهائيا. كيف نتنافس مع ناس تشحن في الحدث الحاكم الأعظم؟ أعطيك إياها باختصار، ما تقدر أبدا أنك تنافس ناس تشحن وانت فري تو بلاي، يعني ما تدفع ولا ريال. طبعا استهدف مراكز يعني اللي تقدر عليه، حاول انك تبذل جهدك بحيث انك تصل الى اعلى مركز تقدر انك توصل له. بس هذه نصيحتي لك. حسن السهلي اتوقع اسمك كذا يقول: هل صدق ان من قوانين اللعبة لازم يكون 100 واحد عنده T5؟ شوف، هو مو من قوانين اللعبة، لكن من الافضل على اي مملكة ان تمتلك هذا العدد او اكثر من T5 بحيث انها تقدر تنافس في الممالك المفقودة. ونعم هذا هو الجواب. حسن سبعة: هل لازم امكس الابحاث؟ لو اترك بعضها بحكم انها تاخذ وقت وموارد وانا اريد اوصل T4. لا يا صاحبي ابدا، ما يستلزم منك هذا الشيء، تقدر تنطلق مباشرة الى T4. سمايل يقول: هل التحالف العربي الجديد مناسبك، أو أنت ندمان أنك انتقلت للمملكة 220؟ أبدا ما ندمت على هذا القرار، ولله الحمد مبسوط، الشباب كلهم متعاونين هناك ومتفاعلين ومتفهمين وأصحاب خبرة، وهذا اللي أنا أبغاه، أني أخوض مغامرة جديدة مع أخواني العرب. جون يقول: ما عندي سؤال بس طلع تعليقي. أوكي، أتمنى أنك استانست يا صاحبي. إلياس يقول: مرحبا، ساعدتك بالجواب لأكثر من 50 شخص حسب خبرتي باللعبة، بتمنى ما يكون في إزعاج. الله يعطيك العافية إلياس، أنت والشباب اللي جاوبوا على الإخوان، وعلشان كده أنا ما راح أحذف المقطع بسببك، أنت والشباب اللي جاوبوا أجوبة كافية. ألف شكر، وفرت علي وقت أطول من كذا. محمد غانغستر يقول: إيش أفضل لعبة لعبتها غير رايز أوف كينغدومز؟ طيب، في لعبة اسمها أركين أوف ليجندز، أعتقد اسمها كذا، أنا قاطع عنها فترة طويلة، وهي على الجوال طبعا وعلى البي سي. فإذا حابين أني أنا أغطي عنها راح أحط لكم فوق تصويت، بشوف إذا في اهتمام بإذن الله راح أبدأ سلسلة جديدة معها، إذا ما في اهتمام خلاص عاد. إلى هنا نصل إلى ختام المقطع، يعطيكم العافية شباب، وآسف جدا على الإطالة، واعتذار شديد لكل اللي ما طلعت أسئلتهم، مثل ما شفتوا كم أخذ مدة مقطع الأجوبة، لكن إن شاء الله في فقرات قادمة في وقت لاحق إن شاء الله. يعطيكم العافية، نراكم على خير، في أمان الله.